من المنتظر أن تشارك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أعمال القمة 38 لمجلس التعاون الخليجي والتي تستضيفها المنامة الأسبوع المقبل، وستلتقي على هامشها بقارة الدول الست الأعضاء في المجلس. بعد الانتصار عليه رهن يتجاوز الطائفية السياسية. مشاركة تيريزا ماي جرى بحثها والإعداد لها خلال اجتماع عقده وزير خارجية البحرين خليفة أحمد الخليفة مع السفير البريطاني لدى المنامة سايمون مارتن، وأعرب فيه الوزير الخليفي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. تأتي هذه المشاركة في قمة المنامة تتويجا لأكثر من 200 عام من العلاقات بين بريطانيا وعائلة آل خليفة، والتي بلغت أوجها مع إنشاء أول قاعدة عسكرية بريطانية في المنطقة، وتحملت عائلة آل خليفة معظم تكاليف بنائها. وتتزامن هذه المشاركة مع تصاعد الجدل حول مشروع وحدة دول المجلس الذي طرحه الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز، والذي يواجه معارضة من عمان التي حاول غانم البعينين وزير شؤون مجلس النواب الخليفي تجاوزها، لكنه عاد وتراجع عن تصريحاته لاحقا. مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله. هذه المشاركة تأتي أيضا في ظل أوضاع صعبة تمر بها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعد الأخرى، وخاصة في ظل فشل السعودية الذريع في تحقيق نصر في كافة الساحات التي زجت بأنفها داخلها. عاشوراء يتكرر قتل الأطفال والنساء، ولكن بالمقابل هناك يتكرر أيضا الصمود والتضحية من قبل اليمنيين الذين يرفضون الذل والركوع للعدوان السعودي. فما هو الهدف من مشاركة مي في القمة؟ هل لأجل رفع معنويات قارة الخليج المنهارة، أم إنها ستضغط على سلطنة عمان للمضي قدما في مشروع الوحدة الخليجية؟ مراقبون يرون أن لا هذه ولا تلك تشغل بال تيريزا ماي، ولكن شغلها الشاغل اليوم هو إبرام المزيد من صفقات التسلح مع دول الخليج، والتي مهد لها الأمير تشارلز خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. فتيريزا ماي لا تختلف نظرتها لدول الخليج عن نظرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فهي بقرة حلوب ما زال ضرعها دارة وبانتظار يوم ذبحها. But Saudi Arabia is in big trouble.